بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حارث الحاشدي، يسأل ويقول: لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن وضع اليدين على الخاصرة أثناء الصلاة، فأين تكون الخاصرة؟ جزاكم الله خيرا. الخاصرة هي أسفل الجنب، هذه هي الخاصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة لأن فيه تشبها باليهود، قد نهي عن التشبه بالكفار، هذا هو الحكمة، الله أعلم بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله من جدة. أختنا كل رسالتها تنص على أنها نقلت أحاديث من كتاب اسمه المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، وهذه الأحاديث تنص على كل صلاة في كل ليلة من ليالي الأسبوع، وبأن كل صلاة فيها من الأجر ما هو كيت وكيت. هل أقرأ الرسالة كاملة الشيخ صالح حتى تتضح الصورة لكم وللسادة المستمعين؟ جزاكم الله خيرا. لا حاجة إلى قراءة الرسالة كاملة، لأن الكتاب المذكور الذي هو المجموعة المباركة كتاب غير مرغوب فيه، لأنه كتاب يشتمل على كذب كثير وعلى بدع وعلى أحاديث موضوعة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب في جملته لا خير فيه ولا تجوز قراءته إلا لمن يريد الرد عليه وبيان ما فيه من الضلال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مرة أخرى شيخ صالح، نعود إلى الوضع والوضاعين وما سببوه من مشاكل لبعض الناس، ولا سيما أولئك المبتدئين في طلب العلم. هل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، علماء السنة وحفاظ الحديث قاموا بالواجب نحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا الضوابط للرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة مما لم يوجد مثله ونظيره في جميع الملل، وهذا مما قيض الله لهذا الدين من الحفظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسناد من خصائص هذه الأمة. وكذلك عني الحفاظ رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، عنوا ببيان الأحاديث الموضوعة وحشروها في كتب معروفة مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لابن عراق، وغيرهما من الكتب التي تعنى بهذا الشأن وتبين هذه الأحاديث الموضوعة. ومن الأئمة من وضع ضوابط بها يعرف الحديث الموضوع، كما فعل الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف في بيان الحديث الضعيف، وغيره من الأئمة. فالحمد لله، المسألة ما معني بها من قبل العلماء، والأحاديث مخدومة خدمة فائقة، وأما المبتدئون من الطلبة والطالبات عليهم مراجعة أهل العلم، لا يذهبوا إلى الكتب على طول ويقرأوا فيها كل كتاب يظنون أن كتاب صحيح، أو يظنون أن كل ما كتب وكل ما ألف فهو صحيح، هذا غلط منهم. الواجب الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم في الكتب التي يريدون قراءتها.
وعرضها عليهم أو ذكر أسمائها لهم، هم سيبينون لهم إن شاء الله الكتب الصحيحة التي يوصى بقراءتها والكتب المشبوهة أو الكتب الخبيثة التي يحذر منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا قد أحسنت وسألت، هل من كلمة لها ولإخوانها وأخواتها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ندعو لها بالتوفيق، وهذا عمل جليل أنها سألت وأنها لم تقدم على هذا العمل إلا بعد أن رفعت سؤال للإجابة عليه لتنتفع هي وينتفع المستمعون بذلك. فإننا نشكرها على هذا الصنيع ونوصيها بالاستمرار على هذا التحفظ الكريم والاحتياط لأمر دينها. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت قد عملت بهذه الأحاديث فما قول الشيخ صالح؟ تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا العمل بهذه الأحاديث، لأن تخصيص صلوات في أوقات معينة، ترتيب أجور عليها، هذا لا يعمل به إلا إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة وبرجوع إلى مصادر السنة الموثوقة الصحيحين والسنن الأربع ودواوين الإسلام المعروفة والموثوقة، ما سؤال أهل العلم عما أشكل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يظل الإنسان شيخ صالح طالبا للعلم حتى يموت، إذا ما مر الإنسان بحديث فوجده في كتاب معين بأن هذا الحديث صحيح، وجده في كتاب آخر بأن فيه مقال، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ توجيه مثل هذا إذا وجد في الحديث قد اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضاعف، نعم، فليتوقف عن العمل به حتى يسأل أهل الخبرة وأهل الشأن لهذا الأمر، يبينون له الراجح من القولين في ضعفه أو في صحته. وعلى كل حال الحديث الذي صححه بعض الأئمة، نعم، وضعفه بعضهم أحسن حالا من الحديث المجمع على تضعيفه. طيب. نعم، فإذا عمل به فيرجى أنه لا بأس عليه في ذلك، لكن لا نعفيه من سؤال أهل العلم في هذا. جزاكم الله خيرا. يظل سؤال أهل العلم كيانا قائما بذاته، بود أن نتوسع في هذا المقام شيخ صالح. لا شك أن سؤال أهل العلم مهم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما أدركت ما أدركت؟ فقال: بلسان سأول وقلب عقول. وهذا العلم كما قالوا لا يناله مستحن ولا مستكبر، لا يناله مستحن ولا مستكبر. الذي يستكبر عن التعلم وعن السؤال هذا يحرم العلم، والذي يستحي ولا يسأل هذا أيضا يحرم العلم، لأن هذا الحياء مذموم. الحياء الذي يمنع الإنسان من تعلم أمور دينه هذا حياء مذموم وخجل، وليس هو من الحياء المحمود. بارك الله فيكم. شيخ صالح، العلماء في هذه البلاد وفقها الله ووفق القائمين عليها فتحوا صدورهم بأسئلة الناس وأيضا بيوتهم وأماكن عملهم، كما أن الإذاعة تستقبل رسائلهم واستفساراتهم. أطمع في كلمة حول هذا لو تكرم. هذا من فضل الله على هذه البلاد، فضل الله على المسلمين عموما، وهذه البلاد ولله الحمد منذ قامت فيها دعوة الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجل له المثوبة، فإنها بلاد دعوة وبلاد علم ومدرسة علم منذ عهد الإمام المجدد إلى عهدنا هذا، وعلماؤها يتوارثون القيام عليها ولله الحمد. مع أن في بلاد المسلمين والبلاد الأخرى من العلماء من فيهم الخير ولله الحمد، وهذا من فضل الله على المسلمين، فالخير في هذه الأمة موجود ولا يزال الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة ولله الحمد. هذا من مصداق ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى يسأل عنها أحد الإخوة المستمعين، يقول: محمد عوض من محافظة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية، ومقيم حين كتب الرسالة في ليبيا، يقول: هناك خلاف بيننا وبين بعض الإخوة الأعزاء في مسألة طلب العلم، فإني علمت بأن الواجب على من سلك طريق العلم أن يأخذ العلم قليلا 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 وشيئا فشيئا، وأن يبدأ أولا بحفظ كتاب الله وفهمه
وتعلم كل ما يعين على فهمه، ثم يأخذ باقي العلم بالتدريج كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الإخوة يحضرون الكثير من الدروس المختلفة مع حفظهم للقرآن، ولكن يكون في ذلك تشتيتا للبال. وهؤلاء الإخوة يقولون لنا بأننا مقصرون بأننا اقتصرنا على حفظ القرآن ولم نخطب على المنابر في القرى المحتاجة بخطبة، مع أننا غير أهل للخطبة على المنبر خاصة، وأن اللغة العربية عندنا ضعيفة جدا. نرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا جواب وتدلونا على الصواب، خاصة وأن هذه المسألة تجعل بيننا وبينهم بعض المشاحنات. جزاكم الله خير الجزاء. هذا السؤال يتكون من شيئين. نعم. الشيء الأول طريقة التعلم، ولا شك أن الطريقة التي أشار إليها السائل أنها هي الطريقة الناجحة، وهو أن طالب العلم يبتدي بأخذ العلم شيئا فشيئا على يد العلماء وبحفظ المختصرات، فيحفظ مختصرا في كل فن، يحفظ مختصرا في الفقه، ويحفظ مختصرا في علوم الحديث، ويحفظ مختصرا في النحو، ويحفظ مختصرا في أصول الفقه وهكذا، ويقرأ في تفسير القرآن الكريم تفاسير الموثوقة، وكذلك في شروح الحديث يقرأ ما تيسر له، ويكون هذا على يد المدرسين والعلماء، إما المدارس النظامية إذا كانت تعنى تدريس الكتاب والسنة، وإما على يد العلماء في المساجد والمدارس المخصصة لهذا الشأن. وكون الإنسان يتوسع في طلب العلم ويأخذ عن أكثر من مدرس، هذا حسب المقدرة. إذا كان الإنسان عنده مقدرة على الاستيعاب، يعني يحضر عند هذا المدرس ويحضر عند الآخر وعند الآخر، فهذا زيادة خير. أما إذا كان الإنسان ليس عنده الاستعداد والاستيعاب، فليقتصر على مدرس واحد، وفيه البركة والخير إن شاء الله، حتى تتوسع مداركه ومعلوماته. هذه هي الطريقة الناجحة في طلب العلم. أما الذي يهجم على العلم هجوما ويأخذه من غير بابه ويقرأ يتفلمذ على نفسه وعلى كتبه، أو يحضر عند العلماء لكنه لا يحفظ المتون ولا يعنى بها ولا يتتبع المنهج التعليمي الذي ذكرنا، فهذا يتعب بلا فائدة، بل ربما يكون عمله هذا ضارا له، بحيث يفهم خطأ ويظن أنه قد فهم وهو ليس كذلك. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني وهو نفع الناس بالوعظ والإرشاد والتوجيه وخطبة الجمعة، فينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على ذلك، أن يوجهوا الناس ويقوموا بوعظهم وتذكيرهم بالآيات والأحاديث الصحيحة وكلام أهل العلم الثقات. وخطبة الجمعة أمر ضروري، طالب العلم يقوم بخطبة الجمعة، إن كان يستطيع إعدادها هو فليعدها هو، وإن كان لا يستطيع إعدادها فليعمد إلى الخطب المعدة والمكتوبة ويختار منها ويلقيها، يلقيها من ورقة، لا بأس بذلك، لا بأس بإلقاء الخطبة من ورقة إذا كانت هذه الخطبة مدونة وخطبة تشتمل على المطلوب، على المطلوب من الخطبة، وهي خطبة موثوقة وليس فيها دخيل ولا بدع، فإنه لا بأس أن يأخذها ويلقيها من ورقة، ويحصل بذلك الأجر والنفع والخير للمسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الملاحظ أنه يقول إن ذلك يسبب بيننا وبينهم بعض المشاحنات، لابد للشيخ صالح من تعليق على بينه وبين من؟ بينه وبين أولئك الذين يقولون لابد أن يؤخذ العلم دفعة واحدة. هذا غلط. يؤخذ العلم دفعة واحدة هذا لا يمكن، العلم يؤخذ بالتدريج شيئا فشيئا، والمثل يقول من ضيع الأصول حرم الوصول. فالأصول أنك تأخذ العلم بالتدريج شيئا فشيئا، أما الأخذ العلم دفعة واحدة هذا لا يمكن. ومن أراد أن يأخذ العلم كله تركه كله، لأنه كما قيل العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: هل الأفضل أن نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل 13 والنوافل المكتوبة بعد الفرائض، أم التطوع بالقدرة؟ ثانيا، كيف كانت صلاة التابعين الذين صلوا 300 ركعة؟ أي كانوا يخففون الصلاة مثلا فيقول في الركوع تسبيحة واحدة مثلا، وفي السجود كذلك، وما هي الأوقات التي كانوا يؤدون الصلاة فيها؟ أفيد
يعودون جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من مجموعة من الشباب وفقكم الله جفانا. لا شك أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم خير. إذا اقتدى المسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فصلى 11 ركعة أو 13 ركعة مع الطمأنينة والقراءة المرتلة والمجودة ومع التدبر، فإن ذلك خير. وإن زاد على ذلك صلى أكثر من 13 ركعة، الأمر واسع ولله الحمد، الأمر في هذا واسع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن مع كونه صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكر عنه أنه قرأ في ركعتين بسورة البقرة والنساء وآل عمران، حتى إن حذيفة رضي الله عنه قال عن نفسه لقد هممت أن أجلس وأدعه، يعني من طول القيام. من أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة وطول الركوع والسجود وطول القراءة فهذا عمل جليل. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن أراد أن يزيد في الركعات ويخفف التخفيف غير المخل فلا بأس بذلك. والصحابة كانوا متفاوتين في صلاة الليل، منهم من يكثر ومنهم من يكثر ومنهم من يقلل ويطيل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، وليس لقيام الليل حد محدود يجب الوقوف عنده، وإنما هذا راجع إلى نشاط الشخص ورغبته ومداومته على ذلك، هذا هو المطلوب. وأما الرواتب التي مع الفرائض والوتر وركعتي الفجر الراتبة قبل الفجر فهذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، إلا في حالة السفر فإنه كان يترك الصلوات الرواتب ما عدا راتبة الفجر، وكان أيضا يحافظ على الوتر، ما كان يتركه حضرا ولا سفرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الإخوة إذا مر بهذا الأثر بأن فلان الفلاني كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة يستكثر هذا شيخ صالح، هل من تعليق؟ جزاكم الله خيرا. شبه هذا كثرة، وإنما هذا راجع إلى نشاط الشخص ورغبته في الخير وفراغه من أعمال الدنيا. وكما ذكرنا ليس لصلاة النافلة حد محدود إلا في الأوقات المنهي عنها التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ما عداها فإنه يصلي ما شاء من العدد ليلا أو نهارا. ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها بارك الله، فإن كان يحتاج إلى العمل والكسب فإنه يعمل ويكتسب ويصلي ما تيسر له. أما كونه يتفرغ للعبادة ويترك الكسب الذي يحتاجه ويحتاج إليه من يمونه من عائلته فهذا لا يجوز. كما أنه لا يستغرق في أعمال الدنيا ويترك العمل الصالح، بل يعتدل في هذا الأمر ويجعل للدنيا وقتا ويجعل للعمل الآخرة وقتا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. وكذلك قوله تعالى لما ذكر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر أنهم يبيعون ويشترون لكنهم إذا جاءت الصلاة تركوا البيع والشراء وأقبلوا على الصلاة. الله تعالى يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فجمع بين العبادة وبين طلب الرزق الحلال. جزاكم الله خيرا. إذا نستطيع أن نقول إن الإنسان إذا ما واتته الفرص وساعدته ظروف الحياة في إمكان ساعات الليل والنهار أن تستوعب 300 ركعة وربما أكثر شخص هذا؟ لا غرابة في ذلك. طيب مقدار التسبيحات التي سأل عنها أخونا هل من إجابة حولها؟ الواجب مرة واحدة الركوع والسجود. طيب وأدنى الكمال 3. طيب وأعلى الكمال 10. ما شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى جوزان لنقرأ رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ثاء وسين وشين. يسأل ويقول لدي ابن عم في 32 من عمري حصل بيني وبينه خلاف وبعد أيام تصالحنا ولكن أمنا لم ترضى بهذا الصلح، فما هو توجيهكم في هذا العمل علما بأنني أزوره سرا
حتى لا تغضب والدتي جزاكم الله خيرا. الصلح خير، قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى الصلح خير، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وجاء في الحديث أن من أنواع الصدقات التي على الإنسان أنه إذا خرج وعدل بين الاثنين أن ذلك صدقة، عدله بين الاثنين المتخاصمين، تسويته للنزاع بينهما هذا صدقة. الله تعالى يقول وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الصلح مأمور به شرعا وهو من أفضل الأعمال، وليس من حق والدتك ولا غيرها أن يمنع من هذا الصلح أو يجزع منه أو يسخط، لأن هذا كراهية لأمر معروف، وطاعتها في هذا غير جائزة، طاعتها في ترك الصلح غير جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت أصلح مع ابن عمك ولو لم ترضى والدتك، إن حصل أن تقنعها وتقتنع فالحمد لله، وإلا فأصلح ما بينك وبينه وزوره والحمد لله. نعم، وليس من حق والدتك أن تعتذر عليك فيها. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سؤال الأخير شخصي تقريبا، يقول إنني أرى في منامي أحلاما مزعجة، رغم أني أحيانا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن لم أستفد حتى الآن، فما توجيه الشيخ هذا؟ توجيه في هذا ما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أن يقرأ عند النوم، يقرأ قبل نومه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، أي أنه إذا قرأها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وإن قرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين فذلك زيادة خير. كذلك يدعو بالدعاء اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك لا لجا ولا منجا ولا منتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا قرأ هذه الآيات وهذه السور ودعا بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يمنعه من الشيطان ولا يكون له عليه سبيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.